Okay then, let's do this. Hello Indonesia! Woo! قررت أسوي الفيديو هالمرة عن المناطق اللي ببالي، لأن هذا كان من أكثر الأشياء اللي حيرني صراحة قبل أي بالي. قاعد أقرأ أسامي المناطق وماني فاهمة شو السالفة. هذه زيارتي الثانية حق بالي، بس أول مرة حق جاكرتا جايين مهورزات. سوري يا جماعة، ما أدري إيش طلع لي. Let's do that again. Take two. Thank you. بتكلم عنه اللي هو أبد. إذا أنت بتروح أو أنت بتروحون هانيمون أو بتروحون مكان في جبل ونيتشر وخضار بس مو بحر، أبد is the right place to go. أبد هو المكان الأمثل أنكم تزورونه وتقعدون فيه على الأقل ليلتين ثلاث ليالي. فإذا أنت جايين رحلة طويلة إلى بالي، definitely أكيد 100% أنا أنصح بأبد، لأنه وايد عجبتني وايد حبيتها. مرتين قعدت بأبد، المرة الأولى كانت السنة اللي فاتت شهر واحد، والمرة الثانية الحين اللي هو شهر خمسة. بالمرتين وايد حبيت المنطقة وشفت أشياء مختلفة فيها ولحين ما خلصتها، فأبد definitely should be on your plan. الرطوبة لعب لعب. المهم إذا بتكلم عن منطقة ثانية اللي هي نوسا دوا اللي أنا فيها الحين، هي منطقة بحرية gated area، يعني كل الفنادق 5 ستار وكذي محاوطين بسكيورتي، فيها أكثر برايفسي حق اللي يبي برايفسي وما يبي الناس تشوفه. Good morning. هالمنطقة حلوة، بس بالنهاية أنا بالنسبة حقي أنا ما أحب البحر اللي هني عموما، فاللي يبي يشوف البحر مبلا ممتاز، بس هل نقي البحر؟ أنا ما أشوف إنه هو نقي، بس الآراء كلها تختلف. ف على حسب انتم شو تحبون. المنطقة الثالثة اللي بتكلم عنها هي جمبران باي. جمبران باي كذلك هي منطقة بحرية، فيها فنادق وبعد حلوين، وفيها مثلا فور سيزونز وفيها فنادق كبار ثانية. جمبران كذلك حلوة، ممكن اهدى شوية من هني. هذول المناطق اللي انا قاعد اتكلم عنها يعتبرون بالجنوب ساوث، تقريبا يبعدون 40 دقيقة من المطار الى هالمنتجعات اللي هي بالجنوب. هما أكثر منطقتين مشهورين إنهم يكونون لايفلي وفيهم ناس وناس تمشى وكذي وايد حية، لكن شوية زحمة يعني. فاللي يحب النايت لايف ويحب الشوبينج وكذي، كوتا أو سانياك هما المنطقتين اللي لازم تشوفونهم. أما آخر منطقتين بتكلم عنهم اللي أنا أعرفهم اللي هي أولواتو، من أفضل أماكن حق اللي بيشوف السنسيت أو غروب الشمس. أولواتو من الأفضل في بالي. المنطقة الأخيرة اللي بتكلم عنها اسمها تشانغو، اللي هي more of a hipster area، يعني الناس relaxed قاعدين، كل ال travel bloggers واليوتيوبرز يقعدون هناك، كله بلل يعني وايد بلل صار local. فتشوفوا يعني فعلا تعطيك الروح الاندونيسية. انا بالنسبة حقي احس اندونيسيا اذا بيها اقعد بفيلا مع private pool، وترى وايد رخاص يعني ال cost of living او الغلاء في اندونيسيا صراحة وايد رخيصة. كل شيء رخيص لما يكون لك 50,000 هم رافعين عليكم السعر. فصراحة وايد عجبتني، أتمنى أن أي أقعد في إندونيسيا تقريبا شهرين ثلاثة أشهر. هالرحلة اللي أنا فيها الحين كانت أكثر هوتيل هوبينج، فرحنا وايد أماكن. آخر يومين في بالي تمكنت إني أطلع وأتمشى وأشوف فيها وايد أشياء، أشياء شفتها من قبل وأشياء إذا شفتها الحين. دبي مرة ثانية هالسنة راح أوريكم مور عن بالي. لا تنسون اللي مو مسجل بقناتي ومو مسوي لي لايك يسوي لي لايك، واذا عندكم اي كومنت please leave your comments below. Thanks guys, see you in the next trip. Bye Indonesia. Say it in bahasa. In bahasa. Selamat sampai jumpa Indonesia. And goodbye guys. And goodbye guys. Well,